السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتو آدم ومش مشتركين قناة كتو آدم. في يوم جديد وحلقة جديدة عن وقاية الحمام من أمراض السرمنيلا والروشة، أعوذ بالله عن الأمراض دي كلها. فاحنا هنتكلم كده الحاجة اللي احنا اشتغلنا بيها والحاجة اللي جابت إيجابي. الحمد لله اللي بيجيبه ربنا، ربنا ما بيجيب لناش حاجة وحشة. فكنت منزل الفيديو اللي هو الحمام اللي اتصاب بالروشة واحنا بنمشي معاها واحدة بواحدة كده، واللي رايده ربنا هو اللي هيكون في الأول وفي الآخر. فاحنا حبينا اللي احنا نوضح للناس واحدة واحدة الحلو والوحش، يعني وربنا ما بيجيب لناش حاجة وحشة. الحمد لله الحمام ده اللي بيروح فدا أي حد. انت بتربي الحمام وانا بقول لك الحمام ده مش قصه مكسب. معانا طبعا الكابتن حماده اهو وشغال اهو. صباح الفل يا بس على الناس كده هي شغاله. صباح الفل احلى مشتركين، مشتركين كتو ادم اللي متابعيننا منورين الدنيا علينا حبيبي يا عم. معلم حماده اهو شغال اهو ميه اللي هو بالاعشاب اللي احنا شغالين بيها على غفله، ولا محضرين ولا مرتبين ولا اي حاجه. طيب اول حاجه اللي احنا اشتغلنا دي، اول ما هي ابتدت الشوطه تخش عندنا وفضلت تضرب في الحمام، ضربت في الحمام اللي هو مناعته قليله، ضربت في الحمام اللي هو ما كانش متمصل مصل بتاع الروشه. طيب احنا بنقول موت وحياه ده بتاع ربنا، بس هي سبب احنا انا غلطت غلطه اللي انا ما مصلتش الحمام ده، فهو الحمد لله اللي هي جت في كده. ما تعلمش ايه اللي كان هيحصل، فاللي بيجي في الريش بقشيش، فالحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. ابتديت اللي انا اول ما لقيت الحمام كده، انا عندي حمام متمصل وعندي الدنيا تمام ما فيهاش اي مشكله، الحمام الكبير اللي انا شغال بيه، لو انا اهملت في الحمام ده وما مشيتش معاه الحاجات اللي احنا مشينا بيها دي، الحمام ده كان كله اتكنس من على السطح خالص، ويعتبر كانت فديت عليها، لان مريت سنه من السنين شاطت شوطه خدت اللي ايه الحمام كله اللي كان سايب فوق. طيب اشتغلت ايه؟ اول حاجه اللي انا اشتغلنا بيها مواد التعفرية اللي انا بقيت احطها على الكلفة. طب ايه المواد التعفرية اللي انت حطيتها على الكلفة؟ كنت بجيب اللي هو الخل التفاح برضه عشان يبقى ايه كل حاجة قدام عينيكم. دي كده كنت جايب اللي هي الشنطة دي فيها اللي هي التوابل، وادي ازازة. معلش بقى الرجالة احنا ايه بنتشقلب معاكم. دي ازازة خل تفاح من عند العطار. وهنا كنت جايب الشنطه دي، كنت جايب اللي هو بودر توم وبودر بصل والكركم، كنت جايب الثلاثه دولت مع الخل التفاح. اول حاجه انا هقول لك بقى الحاجات اللي انا اشتغلت بيها عشان خاطر اللي انت تظبط الدنيا معاك، وهوريك شكل الحمام وهوريك زبلته كانت عامله ازاي ودلوقتي اصبحت بقت عامله ازاي. اشتغلت اللي هو اول ثلاث ايام اشتغلت اللي هي المواد التعفريه دي مع الخل التفاح. كنت بجيب اللي هو بدرب الكلفه بتاعت الحمام مثلا بتاعي كان بياكل 5 كيلو في اليوم، بياكل 10 كيلو في اليوم، فانا بحط اللي هم ايه؟ بجيب الجرده ال 10 كيلو كلفه، حتى لو اتبقى منه كلفه اللي هي بالتوابل ما فيهاش اي مشكله، كنت بحط اللي هم مثلا شويه اللي هي الكلفه في الاول، وبحط الغطا خل تفاح، وباخد معلقه من كل حاجه من اللي انا قلتها اللي هو البودر الثوم والبصل والكركم، باخد من كل حاجه معلقه وبرش في اول شويه كده، بفضل ادرب، باخد شويه تاني اللي هو مثلا قيمه اللي هو يعتبر قبل ما بخلص ال 10 كيلو كلفه اللي انا بعمله من المواد التعفريه دي، يبقى ثلاث معالق من كل حاجه وثلاث غطيان خل تفاح. طب انت بتحط خل تفاح ليه؟ انا بحط خل التفاح بحيث اللي هو البودره اللي انا برشها على الكلفه دي بتمسك في قلب الكلفه، يعتبر الخل التفاح ميه، فانا بحطها على الكلفه دي بحيث ان انا لما احط المواد التعفريه دي تمسك في قلب الكلفه، يبقى اصبح كده اللي انا المواد التعفريه اللي حطيتها في الكلفه مسكت في الكلفه، يبقى انا وصلتها للحمام بتاعي. لكن لو سايب الكلفه من غير ندى ولا من غير اللي هي حاجه اللي هي زي الميه كده اهو، البودره دي هتنزل في قلب الكلفه من تحت. طيب الخل التفاح مفيد جدا اساسا اللي هو يعتبر مضاد سموم. طيب الكركم برضه بينظف اللي هو جهاز بتاع فرد الحمام، وبيزيل برضه عامل زي اللي هو مضاد سموم. طب البصل بودر الثوم والبودر البصل ده مضاد حيوي طبيعي، يبقى انا شغال بحاجات طبيعيه 100%، لو مش هتنفع مش هتضر في شيء. طيب خلصت كده اول ثلاث ايام ما كانش فيه ولا ادويه في الميه ولا اي حاجه، خلصنا من ثلاث ايام، فصلت يوم يعتبر
اللي هو يعتبر اللي هي المواد التعفريه دي تطلع من جسم الحمام. ما ينفعش اللي انا احط اعشاب في اعشاب، ما هي كلها، ما انت هتدي اعشاب في كلفه وهتدي اعشاب في ميه. لا، احنا عايزين شويه اللي هم الحمام يستفاد منهم، فالمواد التعفريه اللي احنا حطيناها دي الحمام ابتدى اللي هو يستفاد منها، بدليل اللي هي الزبله ابتدت اللي هي تعدل معايا. طيب اشتغلت بعد كده، احنا طالعين الصبح بقينا نقلب المسق بتاعتنا، واشتغلنا 3 ايام شيح مغلي، 3 ايام شيح مغلي. طيب نسب قد ايه؟ قد ايه على رطل الميه؟ القصه دي كلها انت تشوف كميه الحمام بتاعك بيستهلك ميه قد ايه، وهي نسب وتناسب، يعني اللي هو رطل الشيح المغلي على 10 رطل ميه. شوف بقى انت حمامك بيشرب بيستهلك ميه قد ايه، ولا بيشرب ميه قد ايه، وهي نسب وتناسب، فكده كده مش هيضر في شيء. طيب اشتغلنا الثلاث ايام الشيح المغلي، الدنيا بقت تمام معانا، ما فيش اي مشكله، بس انا لازما امشي بقيه الكورس بتاعي عشان اخاطر اللي انا اخلص منه تماما. طيب بعد كده بريح يوم بين اي حاجه بديها، لازما اريح يوم، لان الماده الفعاله تكون طلعت من الجسم، فبضيف ماده فعاله تاني اللي هي تعمل مفعول مع الحمام. فعشان كده الحاجات اللي انا بقدمها للحمام، الحمام بيكتسب منها اللي هي الحاجة النافعة منها. طيب والنافع هو الله. المهم رحت مريح يوم وداخل كزبرة مغلية، كزبرة مغلية، الكزبرة الناشفة دي، الحاجات اللي انا اقولها لك دي من عند العطار، لو بعشر جنيه من كل حاجة هتريح دماغك خالص. هي ولا بنجيب بالكيلوات ولا بنجيب بأي حاجة، احنا بنجيب شويات كده اللي احنا بنشتغل بيهم عشان ما نركنهمش وخلاص. لا، احنا بنجيب وقت اللي هو الاستعمال بتاعهم، وقت ما نعوز تاني هنروح نجيب، مفيش اي مشكله. اشتغلت 3 ايام برضه اللي هو الكزبره المغليه دي، اللي انت بتحط قيمه 3 4 معالق على الرطل الميه، مفيش اي مشكله، بتحطهم بتغلي كويس وبعد كده بتصفيها وبتحط اللي هو الرطل اللي هو الكزبره المغليه دي على ال 10 رطل الميه. يبقى احنا متفقين الحمام بتاعك مستهلك ميه قد ايه، هي نسب وتناسب. يستهلك 5 رطل ميه هتحط نص اللي هو الازازه، يبقى انا اغلي قد قيمه نص الرطل، ما اغليش الرطل واقول لك لتاني يوم. لا، هو احلى حاجه اللي هو اليوم بيومه، ده اللي هو المفعول او الايجابي بتاعه بيبقى كويس للحمام. اشتغلت 3 ايام وريحت يوم، اشتغلت 3 ايام وريحت يوم. اخر حاجه ويعتبر ده اخر يوم اللي احنا اشتغلنا بيه الحاجات دي، طيب ايه هو؟ الزعتر مع بذور الحرمل مع ليمونتين بعد ما الحاجه دي بتغلي. طيب بتعمل ايه؟ بحط اللي هو معلقتين زعتر، معلقتين زعتر على الرطل الميه. طيب ممكن اللي انت بتغلي البذور الحرمل ده، بيقول لك لما بتيجي تغليها ما بتخليهاش تغلي زي يعني زي اللي هو الزعتر. الزعتر احنا بنحط الميه ساقعه وبنضيف عليه اللي هو المعلقتين اللي هم الزعتر دولت على الرطل الميه، وبتسيبهم يغلي من اولها لاخرها. لكن اللي هي البذور الحرمل ده، بيقول لك الميه لما بتكون بتغلي وهتبتدي اللي انت خلاص تقفل عليها، بتبتدي اللي انت تحط اللي هم المعلقتين بتوعك على الرطل الميه اللي هي بتاخد غلوه واحده. طيب انا كنت بعمل ايه؟ كنت بسيب مثلا، ما انا كده كده هضيف ده على ده، فانا عشان خاطرك برضو ما استهلكش وقت وافضل بقى جنب البوتاجاز والقصه دي، بقيت اعمل ايه؟ بقيت اللي انا مثلا بحط الاربع رطل ميه قيمه مثلا اللي هم كل جردل ال 10 رطل ميه عشان امسح السلكات وامسح الحمام بتاع كله. طيب كنت بغلي مثلا اللي هم الاربعه رطل ميه بالزعتر، وبتيجي قبل ما بتغلي بشويه كده اهو بحط لهم اللي هم النسب بتاعتي قد الزعتر بالظبط، بحط الاثنين على بعض وبخليها تاخد اخر غلوه. الزعتر مع بذور الحرمل بياخدوا غلوتين كده مع بعضهم في الاخر خالص، وببتدي اللي انا اصفيهم في قلب الجردل بتاعي يهدى خالص. طبعا الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي ما ينفعش وهي بتغلي بترفع اللي هو الغطا بتاعها، لا، انت بتسيبها لغايه ما البخار ده او الندى ده ينزل يركز في قلب الحله، وبعد كده بتفضيها وبتصفيها في قلب الجردل بتاعك. طيب انا صفيت الحاجات دي في قلب الجردل بتاعي، بسيبه يهدى بالسخونيه خالص، بجيب ليمونتين ثلاثه ايا كان، هو كده كده ما فيهوش غلط، بتعصرهم تمام وبترمي القشر بتاعهم في قلب الجردل، وبتاخد اللي هو انت الرطل على 10 رطل ميه، وبتبدا اللي انت تمسق للحمام. طب الدنيا عملت معاك ايه؟ الحمد لله والفضل لربنا، الدنيا بقت زي الفل،
وده الحمد لله نعمه من عند ربنا. احنا والله العظيم يعني ولا بنزعل قوي ولا بنفرح قوي، احنا بنقول الحاجات اللي احنا شغالين معاها واحنا شايفها اللي هي جابت ايجابي، فاحنا بنطلع بنوصلها للناس. فانا دلوقتي هوريك اللي هي الزبله كانت الاول بقى كانت مشت على الحمام بقت شكلها ازاي، واوريك الزبله ابتدت اللي هي بقت تعمل ازاي. فالحمد لله ده الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هتشتغل بيها، الحاجات دي مفعولها قسما بالله 100%. طب اشتغلت مضادات حيويه، اشتغلت انتنان، اشتغلت اي حاجه ولا اشتغلت اي حاجه من الحاجات دي؟ انا اللي اشتغلت معاه اللي هو الحمام اللي كان مصاب، اشتغلت معاهم اللي هو الاسبوسيد، وكنت انا بكلف الحمام ده وقع منه اللي وقع فاضل مثلا 3 حتت. فبرده كان في البدايه كده برده حبيت اوضح اللي هو نقطه برده، انت ما تخليش اللي انت ايه شاكك في حمامها ما تخلاش لتاني يوم، يعني شاكك في حمامها اللي هي مصابه بالمرض ما تخلاش تاني يوم. اللي لازم عينك في وسط الحمام، حتى لو انت مثلا هتطلع رؤيتك لازم تبقى شايفه الحمام ده كله. حمامها هزلانه شيلها، حمامها ما هضمتش شيلها، حمامها مش عارف واقفه ركنه كده اهو شيلها، لانك انت كل ما انت بتشيل الحاجه دي اول ببول المرض بيطلع على طول. لكن انا مثلا هسيبها في قلب اللي هو السلكه بتاعتي، لا اصل هي بتاكل النهارده، لا خليها لبكره، فبيبتدي الحمام اللي هو بيشم من بعض، فبيبتدي الدنيا عندك بتبوظ خالص وحمام كتير بيقع منك. فانا الحته دي حبينا ان احنا نوضحهم. وطبعا بعد ما احنا بنخلص الحاجات دي هنديها كنسة تمام التمام من اول الغير من فوق لغايه اخرها، طبعا مع اللي هو شجار الجير مطفي برشها في قلب اللي هي الاراضي بتاعت البيبان على الارضيه بتاعت اللي هي السلكات. كل ده بس احنا حبينا ان احنا نقول لك واحده بواحده كده عشان خاطر الناس كبه في التعليقات كتير. قول لنا على الكورس اللي هي بتاع الوقايه عشان خاطر اليومين دول بيحصل دربات كتير للناس، فالحمد لله وربنا ما بيجيب لناش حاجه وحشه. برده قبل ما نختم الفيديو بتاعنا عشان ما ننساش هنوريك شكل الزبله كانت عامله ازاي عشان برده لو ظهرت لك ما تقلقش من اي حاجه. فابقوا معنا هنرجع لكم. بصوا بقى يا جدعان، الزبله كانت بالشكل ده، يعني الزبله كانت ميه زرعي بالشكل ده. طيب لما اشتغلت الاعشاب واشتغلت الحاجات دي، بص عشان برضو تكون معايا في الصوره، ادي ده درج واحد، يعني درج واحد، ادي الزبله كانت بالشكل ده لما اشتغلت بقت بالشكل ده. بص اهي الزبله طريه اهي، يعني بص من ده لده. طب انت سايبها ليه؟ انا حبيت بس اللي انا اشوف حاجه، اختبر حاجه، اشوف اللي انا شغال بيه هل بيجيب نتيجه ولا ما بيجيبش. طب انا بصيت كده، ده كده الدنيا بايظه خالص. طب بصيت الناحيه دي، لا لقيته كده بيجيب نتيجه، يبقى اصبح اللي انا لما اجي انضف واجي اظبط الدنيا هلاقي الدنيا معايا ظبطت، والحاجه اللي انا شغال بيها دي شغال معايا 100 100 وجايبه معايا ايجابي. فاحنا اهو الزبل كله ايه عصلك ولا ايه؟ ادي الزبله اهي كله بقى الحمد لله بفضل الله. بص كانت عامله ازاي؟ ابتدت بص تعمل ازاي؟ اهو درج واحد ده يا جدعان، وهي حلوه الادراج دي في اللي هي بتقدر تكشف الزبلايه، يعني بص من دي لدي، وشفت طبعا من دي للناحيه دي، وكله في درج واحد. فالحمد لله كده فضل وعدل من عند ربنا، فنحمد الله على اللي بيجيبه ربنا. ده كان فيديو كده، ما تنسوش برضو ايه تكتبوا لنا رايكم في قلب التعليقات، فنسالكم الدعاء معلش ان كنا طولنا عليكم. فان شاء الله انتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.